بقاش كنا نتمشوا حوالي مسافة 300 كيلو بان نروحوا لولاية البيض، وش هي المسافة هذه قصيرة، وهذا المحسن راه خادمها من الجهد تاع المال تاعه الخاص. انني جاي من السخونة وراني رايح للبيض، وعلى بالك الطريق هذه راهي مسافة من البيض مسافة قصيرة، وخدمها انسان محسن يكثر خيره وفك العزلة على الناس هذو اللي البدو منا اللي راهم، كان انسان كي تضربه عقرب يموت في الطريق، وبفضل هذا السيد انفكت العزلة، راه الناس تروح للبيض وتجي للسخونة يعني في وقت قصير. مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نتوجه بخالص شكرنا إلى هذا المحسن الذي شق هذا الطريق، هذا الطريق الذي فك العزلة عن الساكنة وساهم في إنقاذ الأرواح ومد الامتداد الاجتماعي بين بلدية السخونة وولاية البيض، وكذلك ساهم في رفع الغبن عن المواطنين. هذا السيد دار فينا جبرة كبيرة، رفك العزلة بين المنطقتين الرقاصة والسخونة، والله يكثر خيره والله يكثر من مثاله. يعني كنا كي نسافروا لولاية البيض مرورا بسعيدة تقطع مسافة 300 كيلومتر، وكي توت على تيار تقطع مسافة 240 كيلومتر. أما الآن بفضل هذا الطريق وبفضل هذا المحسن، يعني ما المحسن هذا ولينا نقطعوا مسافة 100 كيلومتر، يعني اقتصرت المسافات في يعني وفكت العزلة على مناطق البدو والرحال المتواجدين بمنطقة المنطقة بين بلدية عين السخونة وبلدية الرقاصة. احنا يعني احنا نشوف نطلبوا من الله عز وجل ان هذا المحسن يعني يبارك له في ماله واولاده. كل الاعمال الخيرية خاصة الاعمال هذه اللي تخدم يعني اللي تخدم المواطنين والمواطنات نباركوها ونشجعوها. لا احنا درك ممكن انه اذا كان هو قام ببعض الاشغال يعني تاع التهيئه تاع الطريق هذه، محتمل اننا احنا نقوموا نسجلوا بعمليه باش نقوموا بالتصفيه تاع الطريق.